رجل أعمال بيتعامل مع كل حاجة على إنها صفقة، ما عندوش ثقة في حد وجاهل بالتاريخ والجغرافيا، صفات كشفتها مذكرات كبار المسؤولين في البيت الأبيض عن دونالد ترامب اللي بيستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 خلال أيام. فلو عايز تعرف إيه اللي بيدور في دماغ الراجل المرشح لحكم أمريكا والعالم 4 سنين جديدة، أنا أمال رسلان هحكي لكم الحكاية على عهدة الراوي. من أهم المذكرات هو كتاب Breaking History واللي كتبه جاريت كوشنر مستشار ترامب الشخصي وجوز بنته إيفانكا، واللي بيأكد أننا بنتعامل مع رجل أعمال من الدرجة الأولى، بيبص لكل حاجة على أنها صفقة، مكسب وخسارة، حتى القضايا السياسية الحساسة، وبيحكي عن واقعة مهمة حصلت في عهده لما تم اقتراح نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس. ووقتها سأل ترامب بوضوح يا ترى هاخد ايه في المقابل، ورده كان صادم لفريقه. بدل ما يتناقش معاهم عن انعكاسات قرار خطير زي ده، طلب بوضوح ان يكون في مقابل للصفقة، واقنعوا كوشنر ان الاسرائيليين هيقدموا تنازلات عشان يتمموا صفقة القرن واللي كانت حلم لترامب. اما ثقته في الجميع فهي معدومة، لدرجة انه كان بيخبي على فريقه قرارات مهمة وحساسة، وده ظهر في اغتيال القيادي بالحرس الثوري قاسم سليماني، وانه امر بعملية الاغتيال في العراق من غير ما يعرف اي حد من فريقه، ومن ضمنهم كوشنر نفسه اللي اتفاجئ بالخبر من وسائل الاعلام. اما من حيث معلوماته بره البيزنس فهي تقريبا محدودة، وده باعتراف جون بولتون مستشار الأمن القومي في عهد ترامب، واللي أصدر مذكراته تحت عنوان The Room Where It Happened أو الغرفة اللي شهدت الأحداث. ووصف بولتون أنه رئيس جاهل بأبسط الحقائق العسكرية والجغرافية. فتخيل أن رئيس أمريكا ما كانش يعرف أن بريطانيا قوة نووية، وإنها الدولة الثالثة على العالم اللي اختبرت سلاح نووي سنة 1952. والمصيبة الأكبر إنه اكتشف المعلومة دي في اجتماع رسمي له مع رئيسة الحكومة البريطانية السابقة تريزا ماي. بلاش دي، ده كان فاكر إن فنلندا جزء من روسيا، وقبل لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية سأل بجد يا جماعة هي فنلندا تبع روسيا؟ الأخطر من كل ده إن ترامب كان بيهدر التاريخ، وده كشفته الصحفية في نيويورك تايمز ماجي هابرمان اللي أصدرت كتاب رجل الثقة عن فترة حكم ترامب، واستعانت فيه بشهادات المسؤولين جوه البيت الأبيض واللي قالوا إنه كان بيرمي مستندات في الحمام، وده عرفوا الموظفين لما كانوا كل شوية يلاقوا الحمام مسدود بورق مطبوع لحد ما اكتشفوا إنها مستندات رسمية. وده طبعاً جريمة في أمريكا، لأن قانون السجلات بينص على إن أي وثائق يصدرها أو يتلقاها الرئيس هي ملك للحكومة، ولازم يتعامل معاها الأرشيف الوطني، لأن الوثائق دي هي اللي بيتكتب منها التاريخ. أما بقى لو سألتني عن علاقة ترامب بإسرائيل وهيعمل إيه في القضية الفلسطينية، فحب أقولك إن رغم إن السياسة الأمريكية واضحة في دعم إسرائيل، لكن كمان ترامب من أكتر المعجبين باليهود، وده قاله كوشنر في مذكراته لما حكى عن قصة حبه لإيفانكا ترامب واللي قررت إنها تغير ديانتها من المسيحية لليهودية عشان تتجوز كوشنر بصورة رسمية. ورغم إنهم كانوا خايفين من رد فعل ترامب، إلا إنهم اتفاجئوا بترحيبه وقال لهم ده شيء هايل جدا، الناس فاكرين إني يهودي ومعظم أصدقائي يهود وبيحبوني في إسرائيل.